اهلا بحضراتكم مره تانية في فقره سهم وقوس، ومنورني المحلل الرياضي الاستاذ وليد رشادي. يا استاذ وليد، نهارك ابيض وصباح الفل. صباح الفل يا خالد، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الزمالك وبرنامج نهارك ابيض. اهلا بحضرتك. طبعا في البدايه بقى عايز ابدا معاك من المباراه الاخيره وفوز نادي الزمالك في مباراه الكاس على نادي بروكسي. عايز اعرف منك وجهه نظرك في المباراه، وشفت مكسب نادي الزمالك ازاي؟ طبعا كان مكسب مهم جدا، لان بطوله الكاس بعد خلاص فقدان الامل في المنافسه على الدوري اصبح بطولة الكاس هي البطولة الوحيدة في الموسم المنقضي. طبعا في بطولات كتير في الموسم القادم، ولكن هي بطولة الكاس هي اللي باقية من الموسم اللي فات بعد الفوز بالكونفدرالية. صحيح. والسوبر الافريقي طبعا هيعتبر يعني ميكس بين الموسمين. فكانت مباراة مهمة، خصوصا انها كانت امام منافس عمل مشكلة مع الزمالك في الموسم الماضي، وكانت مباراة صعبة والزمالك فاز بالوقت الاضافي. عشان كده حتى شفنا الفرقة نازلة اول 10 دقايق يعني خلصوا المباراة، ودي كانت علامة مؤشر جيد جدا ان فريق الزمالك يسجل 3 اهداف في 8 دقائق. دي رقم قياسي مميز يعني، ومعناها ان في فعالية هجومية وفي فعالية في الخط الامامي. ولكن طبعا العيب الوحيد اللي كان في المباراة هم الهدفين اللي دخلوا ورا بعض في نادي الزمالك، لان كنا بقى فريق الزمالك بقاله فترة الدفاع بتاعه يعني بيجيد التقفيل، يا اما بيخرج كلين شيت يا اما هدف. فهدفين كانت من وجهة نظرك سبب الهدفين نقدر نقول عليهم، هل لعيبة الزمالك ضمنت المباراة شوية؟ طب هل اداء لعيبي بروكسي والتدخلات، شفت انت الحاجات اللي حصلت خرجت لعيبة نادي الزمالك شوية بره تركيزهم، او بره يعني عارف انت اللي هو جو الماتش واللي هم نرفزوا لعيبة نادي الزمالك، عرفوا شوية خرجوهم عن المباراة، بعكس بقى الشوط الثاني لعيبة نادي الزمالك خلاص الدنيا هديت ومستر جوميز اتكلم، شفنا الفريق بقى ليه شكل تاني. لكن تحديدا في الشوط الاول كان بالنسبه لك ايه اهم سبب؟ طبعا هو يعني احيانا بيبقى فيه نشوه طبعا الاهداف الثلاثه في وقت قياسي، ويعني خلاص اعتبر لعيبه الزمالك ان هم ضمنوا المباراه. ده سبب، ده غير الاهداف اللي ضاعت كمان. لكن السبب الاهم في وجهه نظري هو غياب خط دفاع الزمالك بالكامل. احنا عندنا ماساه في خط دفاع الزمالك، يعني الاساسيين والاحتياطيين وحتى اللي فتوح برضه لسه راجع، يعني يكاد يكون الوحيد اللي بيلعب وهو اصلا مش مكانه، هو المسلوسي يعني مكانه اللي ثبت فيه، لكن هو مش مكانه الاصلي اساسا. الونش مش موجود، محمود علاء مستبعد، حسام عبد المجيد، محمود علاء مشي، حسام عبد المجيد في المنتخب، محمود علاء راح على نادي الزمالك، راح على نادي الزمالك. الفلسطيني ياسر حمد برضه مش مجدي لسه جاي، مستبعد. ياسر حمد برضه راح على نادي الزمالك. مجدي مجدي مش في الصوره يعني برضه لسه أساسي. لسه عايز ياخد بساط اكتر، لسه ناشئ ولسه بيثبت اقدامه. حتى حسام عبد المجيد يعني، فاحنا عندنا يعني مركز اللي هو قلبي الدفاع فيه كارثه في نادي الزمالك. يعني ما فيش تقريبا غير المسلوسي هو الوحيد اللي يعني عنده خبره في المركز ده. فكويس ان دفاع الزمالك يعني بي بي بيصمد الفتره الاخيره، ولكن طبعا هي ظروف، والمنتخب الاولمبي اولويه اهم، او اي منتخب لمصر اولمبي اول ده يبقى اهم حاجه بالنسبه لاي نادي موجود في مصر. طيب شفت برضو البدايه باللعيبه الاساسيه حوالي 80-90% من مستر جوميز، بعكس مباراه البلديه اللي قبليها. هو عاده انا بفضل البدء بالاساسيين وحسم المباراه وبعدين راحتهم، لان دايما لما الاساسيين بيبقوا دكه البدلاء وبينزلوا لتعديل نتيجه مباراه، المباراه بتبقى اتعقربت وبينزلوا، فبيبقى في فرص اصابات اكتر، فرص احتكاكات، فرص مشاكل، فرص صحيح. عصبيه. فانا احمي لعيبتي الكبار بان انا انزلهم في الاول زي ما حصل كده، اخلص المباراه وبعدين ابتدي ادفع بالناشئين تدريجيا او بالاحتياطيين تدريجيا، لان احنا عندنا اتجاهين في الفترة الأخيرة، هو تجربة الناشئين وتجربة بعض الصفقات اللي هي ما خدتش فرصتها زي محمد عاطف ومهاب ياسر وسيف جعفر. فاحنا محتاجين نجرب في اتجاهين الناشئين، الاحتياط الاستراتيجي بتاع نادي يعني الزمالك. يعني انت شايف سياسة تدوير المستر جوميز ناجحة إلى حد كبير الفترة اللي فاتت، بس ما يزودش عدد الناشئين زي مباراة البلدية عن العدد الطبيعي، لأن بينزل اللعيبة مش فاهمين بعض ومش حافظين بعض. أي بني آدم في الدنيا، أي حد بيشتغل، أنت حضرتك لو بتشتغل والفريق العمل كله اتغير معاك هتلاقي نفسك متلخبط. فطبيعي إن هو يبقى الناشئ يتم دفع بيه في بيئة صالحة لتألقه ولظهوره، لأن أنا كده بحرقه وبخسره. فما فيش داعي إن أنا أدفع بيه في وسط ناشئين زمايله، لا أدفع بيه في وسط فريق كبير، زي ما دفع بمحمد عاطف شمال مره، زي ما بيدفع بمحمد السيد، زي ما يدفع بعمار ياسر، ولكن صحيح. كلهم مع بعض دي بتبقى صعبه شويه. صحيح. طيب برضه عايزك اعرف منك وجهه نظرك في يعني ابرز نقاط القوه اللي انت لاحظتها الفتره اللي فاتت لمستر جوميز وبصمات مستر جوميز مع نادي الزمالك. اكيد في سلبيات، اكيد مستر جوميز بيشتغل عليها كل مباراه، لكن
يعني نقط القوة اللي بالنسبة لك كانت واضحة قوي في الفريق الفترة اللي فاتت؟ أنا بالنسبة لي أهم نقطة قوة عنده هو بيسعى لثبات التشكيل، ولكن الظروف مش خادماه، خصوصا بعد خروج الأربعة اللي هم كانوا أساسيين بالنسبة له للمنتخب الأولمبي. زي ما قلنا المنتخب الأولمبي أولوية والميدالية الأولمبية أولوية، ونادي الزمالك مش هيعمل زي الآخرين ويعني يقف في سبيل ميدالية أولمبية. دي حلم للمصريين من سنة 1920 دورة أنفرس في بلجيكا، فريق الجماعي الأول لكرة القدم والفريق الجماعي الأول في الرياضة العربية اللي شارك، وما قدرناش، خسرنا من إيطاليا 2-1 بهدف علوبة للمنتخب المصري. فإحنا عندنا حلم ميدالية أولمبية لفريق جماعي، عندنا ميداليات أولمبية في ألعاب فردية، ولكن وأنت جايب مدرب كمان ودافعين له فلوس وبقاله سنتين كل الدولارات دي، وحاصل على الميدالية الذهبية مع منتخب البرازيل. على فكرة احنا وصلنا لدور الثمانية في الأولمبياد الماضي، وصلنا لدور الثمانية في أولمبياد لندن. صحيح دور الثمانية ما بنزلش إنجاز، احنا جايبينه عشان الميدالية الأولمبية، ده حلم ميدالية أولمبية في لعبة جماعية. حتى كرة اليد لعبتنا المميزة ما بتقدرش برضه تحقق ميدالية أولمبية، فهو حظه يعني نرجع لنادي الزمالك، هو حظه الغيابات برضه اللي موجوده، ان هو عنده غيابات، هو حاول احد نقاط قوته ان هو فتره من فترات لما كانت الدنيا مستقره على فكره ثبت التشكيل وبقى عندنا يعني انت بتتكلم في نص الفرقه مش موجوده، موجوده مع المنتخب الاولمبي سواء زيزو، شحاته، زياد كمال، نادي الزمالك حسام عبد المجيد، ادي اربعه اكتر نادي متضرر غير الناس المصابه. لا واكتر نادي متضرر من موضوع المنتخب الاولمبي زيزو، زيزو كاساسي نجم الفريق، وثلاثه اصلا سنهم الاولمبي اللي هم شحاته وزياد وحسام عبد المجيد، فانت عندك ضغط جامد بالاضافه طبعا للاصابات المتواليه. فهو حاول يثبت التشكيل وبقى لينا او بقى نادي الزمالك قوام في الفتره الاخيره، تقدر تقول ان دونجا بيلعب ست. ورغم كده عايز اقول لك يعني احنا عندنا لعيبه كبار غايبه زي ما انت بتقول، لكن رغم كده الزمالك بيوصل والزمالك بيهدف والزمالك بيبقى دايما خطورته على المرمى بشكل كبير جدا في اي مباراه انت شفتها الفتره اللي فاتت من غير الاربع لعيبه اللي موجودين. وبالاضافه كمان احد نقاط قوته اللي ظهرت الفتره الاخيره وهي يعني دي برضو شغل وبصمه واضحه من الجهاز الفني. بالظبط، بالاضافه كمان لنقطه انه هو كمان عنده القدره على حسم المباريات في الاوقات الاخيره، ظهرت في مباراه سيراميكا، ظهرت في مباراه الاسماعيلي لما بتبقى يعني بتبقى متاخر بهدف وتقدر ترجع بواحد واثنين، ومش بترجع بتتعادل، انت بترجع وبتفوز. فدي برضو نقطه صحيح سمه من سمات الفرق الكبرى. بدانا نحس معايا في الفتره الاخيره ان فريق الزمالك رجع تاني كفريق واحد من القوى التقليديه للكره المصريه، واحد من القوى التقليديه للكره الافريقيه، يعني ما فاز بالكونفدراليه وبينافس على السوبر ومرشح للسوبر ليج الافريقي. ففريق الزمالك رجع يعني لهيبته الافريقيه والمحليه، لو كمان ثبت التشكيل ورجع المصابين ورجع المنتخب الاولمبي ورجع وصفقات الجديده، لا الموضوع هيختلف طبعا ان شاء الله باذن الله. اكيد بنتمناه وكل الجمهور الزمالك عايزه الفترة اللي جاية. طيب لو عايز اكلمك او اسالك، مين اللاعب الناشئ من رؤيتك بقى الفترة اللي فاتت اللي الزمالك كسبه واللعيب ده هيجي مع الماتشات وهيجي مع نادي الزمالك خلال المواسم اللي جاية من اللعيبة اللي شاركت سواء محمد السيد سواء عمار سواء مجدي؟ هم كلهم بروميسنج واعدين بس بدرجات متفاوتة. يعني عمار ياسر انا شايف ان هو بروفايل، شفنا كمان حازم اسامة ما خد ستايل كويس وقت برضه في البلدية كويس. محمد السيد كورته حلوة وما بيهبش وعنده ثقة وبيلعب بحماس وفي كده من 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 روح محمد شحاتة لاعب الزمالك، عنده شخصية في الملعب وجريء وما بيخافش. احمد مجدي احنا محتاجين المركز ده زي ما قلنا، لان احنا عندنا مشاكل في المركز ده. صحيح. طبعا برجوع الونش هتتحل مشكله جزئين، ولكن احنا هيظل عندنا احتياج لواحد واثنين وثلاثه في المركز ده بعد يعني زي ما قلنا رحيل علاء ورحيل ياسر حمد ويعني المسلوسي ده مش مكانه اصلا، فاحنا محتاجين فاحمد مجدي لاعب كويس، ولكن احمد مجدي محتاج شويه خبره لان المركز ده حساس شويه، المراكز اللي هي ليها علاقه بالمناطق الخلفيه والدفاع بتبقى حساسه. مباراه عن مباراه كمان هتلاقي اللعيب اداؤه بيعلى، بيزيد ثقه اكتر، بيبقى بيتقل في الملعب بلغه الكوره، لكن المؤشرات بتقول ده لعيب جيد. لعيب جيد ولعيب يعني فاهم مهام مركزه، مهم قوي عند اللاعب ان هو يبقى مستوعب مهام مركزه وعارف. ما ده بقى التاسيس بقى اللي بيرجع طبعا لقطاع الناشئين والمدربين المحترمين اللي موجودين عندنا في النادي، وان هو بيبقى ثابت دور في الكلام ده. في بعض اللعيبه بيبقى عندهم شويه عشوائيه في مركزهم، بيلعب شويه هجوم وشويه صحيح، في لاعب بيبقى ثابت ومركز قوي في مركزه حافظ مركزه فبيبقى حافظ مركزه. صحيح. دي بتبقى ميزه. طيب. محمد صبحي كان ليا لقاء معاه بعد نهايه الكونفدراليه، قال لي كان لسه حتى يعني في تجديد عقد ومجدد، قال لي هتشوفوا محمد صبحي بشكل تاني الفتره الجايه، وده اللي فعلا احنا بنشوفه الفتره الحاليه. محمد صبحي يعني متالق بشكل كبير جدا وليه دور كبير جدا مع نادي الزمالك واداء نادي الزمالك الماتشات اللي فاتت.
هو محمد صبحي اصلا حارس مميز والزمالك لما تعاقد معاه باعتباره حارس واعد يبقى خلف الكبار وقتها ابو جبل وجنش وعواد. فهو اعتقد اللخبطه اللي حصلت له يعني ممكن تكون عوامل خاصه به هو، ممكن تكون تاثر بالاعلام والسوشيال ميديا، ولكن هو حارس كويس ومع المنتخب الاولمبي كان حارس كويس، كان مرشح يكون حارسنا في اولمبياد طوكيو بس راح طبعا الشناوي. لعب في المنتخب لو تذكر لما حصلت سلسله الاصابات والشناوي اتصاب وابو جبل لعب صبحي مباراه المغرب وكان ادى اداء هو تالق مع المنتخب الاولمبي لو تفتكر من البطوله اللي حققناها هنا في 2019 ولعب مع المنتخب الكبير كمان بقول لك في بطوله 2021 المباراه بتاعت المغرب الشهيره وفتره فاركو برضو اديته برضو فتره فاركو لعب مع الزمالك فهو حارس مميز ولكن تم الضغط عليه شويه الفتره الاخيره وممكن تكون هو عنده عوامل برضه كمان خد بالك هو من الحراس القليلين في مصر اللي بيعرفوا يلعبوا برجليهم وبيوجد الكرات الطويله على اطراف الملعب زي ما انت بتشوف هو برضه مميز في الحاجات دي انت عارف قليلين قوي الاجوان اللي بيعرفوا يعني عمليه بناء الهجمه وان هو يلعب برجليه عادي زي لعيب الكوره في الملعب وهو كمان انا بحس ان هو يعني عنده انتماء لفانيلة نادي الزمالك وده برضه ليه ثمن عند اللعيبه اللاعب اللي بيبقى حابب النادي وحابب تواجده في النادي ده لازم حابب ان هو يعلن عن نفسه أو عايز يعمل حاجه عايز يقول لك انا موجود انا استحق ان انا ابقى موجود في المكان ده وبعدين اعتقد حراسه مرمى المنتخب الوطني الفتره الاخيره اعتقد هيبقى في فرصه للشباب سواء مصطفى شوبير في الاهلي او محمد صبحي من الزمالك او جات هيبقى في فرصه هم المستقبل بقى ان شاء الله ال10 سنين الجايين باذن الله القديم خلاص بقى يعني يعتبر خلاص ادى رسالته ففي فرصه فاعتقد هيبقى التنافسيه بين الجيل ده اللي هو جيل صبحي وجاد وشوبير هيبقى التنافسيه بينهم عاليه لكن انت كنت شايف ان المباراه بروكسي ان شاء الله يعني تفرق مع الزمالك معنويا ونفسيا خلال الفتره اللي جايه وانت عندك بكره ماتش مع الداخليه الداخليه طبعا يعني في المراكز الاخيره وفي ناس بتقول لك انها يعني خلاص بشكل رسمي هبطت لكن ده ما يعنيش ابدا ان المباراه هتكون صعبه الداخليه رقميا ما هبطش ولكن عايز معجزه عشان يبقى بالزبط. طبعا لانه محتاج يفوز بالاربع مباريات المتبقيين ليه بما فيهم مباراه الزمالك والاخرين كمان ما يفوزوش لان هو اقصى طموحه عنده 19 مع ال 12 نقطه بتوع الاربع مباريات هيبقى 31 واصلا فاركو 29 نقطه فنقطتين وفاركو وكمان هو اصلا خسر في المواجهه المباشره مع فاركو 2-0 واعتقد المباراه دي مع مباراتين الاهلي اللي لعبهم ورا بعض دول اثروا عليه قوي هو اقل الفرق فوزا في الدوري فاز 3 مرات بس سجل 16 هدف اضعف هجوم 16 هدف معظمهم ضربات جزاء يعني اهدافه من اللعب الحر مش كتير فارق الاهداف السلبي سالب 23 فهو يعني يعتبر من اكتر الفرق يعني اللي ادائها كان مخيب للامال في دوري كل ده على الورق لكن في الملعب لازم تحترم اي فريق لازم تعمل اللي عليك لازم تموت نفسك لازم تشقى في المباراه عشان تكسب المباراه وده اللي احنا بنقوله ان مباراه بكره مع فريق زي ما الناس بتقول بشكل كبير ممكن يكون هبط لكن لازم تحترم ولازم تعمل عليك عشان تكسب ومعاه مدرب طبعا لازم نقول معاه مدرب متخصص مع الفرق الصغيره دي عيد مرازيق مع المقصه ومع صحيح. الفرق دي بيبقى عنده القدره ان هو وعلى فكره عملوا مباراه حلوه قوي يعني من ضمن المباريات الحلوه اللي هم عملوها مباراه الاهلي الاولى اللي هي خسروا فيها 2-1 بصعوبه في الدقيقه 85 كان مقفل كويس قوي وكان عامل دفاع كويس عندهم معاذ الحناوي ورا خبره كبيره قوي من المدافعين اللي عندهم خبره محمد مجدي حارس كويس عندهم كليتشي ده مسمار خط النص عندهم فعندهم وعندهم خبرات عندهم اسلام عبد النعيم برضه لعيب كويس شريف داب واسلام عبد النعيم لعيبه عندها خبرات كويسه هم بس مشكلتهم في الهجوم عندهم لخبطه شويه في راس الحربه مره يلعبوا مصطفى فوزي مره يلعبوا بالافريقي مره يلعبوا محمد الظريف فهم عندهم مشكله ولكن الفرق اللي هي بتبقى يعني تقريبا فقدت املها في البقاء في المسابقه بتعمل مباريات حلوه لان هو بيبقى اللعيبه دي عايزه تسوق نفسها ومش عايزه تنزل تلعب في الدوري صحيح. اللي احنا كنا بنسميه زمان دوري المظالم فهو عايز يبقى في الاضواء فهتلاقيه اللعيبه دي بتموت نفسها المباراه فهتبقى المباراه برده مش سهله بالنسبه لنادي الزمالك من خلال سياسه مستر جوميز اللي ماشي بيها دلوقتي مع الفريق وان هو حابب ان هو يدي اللعيبه الشباب شايف بكره من وجهه نظرك التشكيل المثالي اللي ممكن يبدا بيه مستر جوميز هل نشوفه ما بين الناشئين والكبار ولا نشوف عدد اكبر من الناشئين او عدد اكبر من اللعيبه الخبره زي مثلا ماتش بروكسي ايه من وجهه نظرك بكره اللي مستر جوميز يبدا بيه المباراه
انا رايي ان هو زي ما قلنا يلعب بالفريق الاساسي في البدايه ومطعم بالناشئين يعني احمد مجدي أصبح واحد او اثنين بكثير. احمد مجدي اصبح لا يعني لا بديل عنه لان المركز اصلا ما فيهوش حد يلعب، ممكن يدفع بحد تاني في خط النص. فتوح انا شايف ان هو فرصه ان احنا نديله الثقه وان احنا نديله نرجعه الملعب تاني والماتشات تجيب تاني مستواه يعني، ولو ان احنا كنا عايزين نشوف البديل اللي هو حسن ابو المعاطي، ولكن فتوح يعني فرصه ان هو بقى يرجع يحط رجله في الملعب. ممكن في خط النص نقول نشوف محمد السيد، ممكن في الخطوط الاماميه نشوف عمار ياسر يعني بالتدريج، ولكن الافضل ان هو زي ما قلنا البدايه بالقوام الاساسي، حسم المباراه وتريح اللعيبه، لان اللعيبه لما بتنزلهم في الشوط الثاني بيبقوا مرتبكين وفرص الاصابات فرص اللخبطه. وزي ما قلنا في لوغاريتم كده او في قاعده في الدوري المصري معروف ان هو الفرق الصغيره لما بتستمر في المباراه يعني وهي متعادله يعني حماسها بيزيد اكتر وتركز اكتر فالمباراه بتصعب، لكن لما الفرق دي بيدخل فيها اهداف مبكره خلاص الفرق بتبتدي تسلم الرايه البيضاء وبتبتدي المباراه تتفتح وتقدر بقى تجرب الناشئين وتجرب جمل جديده وتجرب مراكز جديده وتجرب تبادلات جديده وخطط جديده، كله هيبقى متاح لو المباراه حسمت مبكره. طيب في سؤال يعني بيهم كل زملكاوي دايما، يعني الزملكاوي بيقعدوا يتكلموا مع بعض، اللي احنا طب احنا هدفنا ايه من خلال الماتشات اللي باقيه في الدوري؟ او هدفنا ايه من خلال الماتشات اللي جايه لحد ان شاء الله بدايه الموسم اللي جاي؟ هل انت بالنسبه لك اللي انت تكتسب لعيبه جديده، اللي انت تحضر للموسم الجديد، ولا اللي انت تدي برضو فرصه اكتر للشباب عشان الموسم اللي جاي مع التدعيمات والصفقات تعرف مين هيبقى موجود ومين مش هيبقى موجود؟ هو طبعا الموسم المصري يعني هو في ناس بيقولوا موسم استثنائي، احنا نقول موسم كارثي. يعني اللي بيحصل لعيبه، احنا لاعبين مباراه بيراميدز 21/9/2023 هنخلص مباراه البلديه 17/8، 17/8 دي هيكون الدوري الانجليزي بدا الجديد، فصلاح هيلعب بس ده العادي يعني، يعني صلاح هيلعب معاك يعني صلاح هيكون لعب موسمين عادي النقطه دي، ده عادي يعني مش فاي مدرب واي نادي محترم واي اداره محترمه بتتعامل مع موقف زي ده، هي بتتعامل مع موقف عشوائي فانت بتحاول تسيطر على العشوائيه بتاعت الجدول وبتاعت الدنيا، وعندك مباراة سوبر، مباراة ليها أهمية معنوية، يعني أهمية كروية وأهمية معنوية عند أهم الجميل. حاجة بدايتك في الموسم وليها أهمية معنوية عند جماهير الزمالك، هي بعد 30 سنة من سوبر أيمن منصور، ومش يعني جماهير الزمالك مش هتفرط بسهولة في البطولة دي. فهو الراجل عنده أو الجهاز الفني للزمالك عنده مجموعة من الأهداف، هي إعادة تشكيل فريق الزمالك، إعادة ترميم فريق الزمالك. فريق الزمالك مر خلال الخمس سنين فاتوا شويه مشاكل، منها عدم القيد كذا سنه، فكنا بنضطر نلعب بلعيبه احنا مش محتاجينهم او مش عايزينهم لان احنا ما عندناش فرصه قيد، كنا بنضطر ندفع بناشئين في اوقات غير مناسبه. فهو الراجل فرصته بقى ان هو جهاز فني ثابت هينتقل من موسم لموسم، عنده 40 يوم من 17 ل 27، ان هو يحاول يستفيد بكل ده، يحاول يستفيد بقى، يحاول يعيد بناء الفريق. عندك زي ما قلنا مجموعه ناشئين تشوف اللي هتقدر تصعده من الناشئين الموجودين واللي هتقدر تعيره، الاعارات اللي هيرجعوا حسام اشرف واحمد محمود، ان هو لو عايز يجرب لعيبه يجرب، لو عايز كتحضير للموسم عادي، لو عايز يجرب الصفقات الخمسه بالظبط. احنا في خمسه جبنا يعني الزمالك اشترى 10 صفقات في يناير، في خمسه منهم لو عايز يكسب من اللعيبه الناشئين لعيبه عشان السنه الجايه برضو، انت شايف ان هو يشتغل على كل حاجه، يشتغل على كل المحاور، يشوف الخمسه زي ما قلنا اللي هم الخمسه اللي فاضلين من العشر صفقات، موتيابا ومهاب ياسر ومحمد عاطف وسيف جعفر وحمد خلاص مشي، فيبقى الاربعه اللي فاضلين يشوف الموضوع ملف الافريقي، ملف اللاعبين الافارقه، مين اللي هيستمر ومين مش هيستمر، لان قلنا سواء سامسون او ابراهيم انضاي قلنا ان دول بيفرقوا قوي في وموتيابا كمان قلنا ان دول بيفرقوا قوي، لان كواليتي اللعيبه المصريين في الدوري المصري مش عالي، فاللي بيفرق شايفين فريق بيراميدز نص الفرقه تقريبا ونص قوام الفرقه واللي فارقين جدا في الفرقه هم الخمسه بلاتي توريه ومايلي الاثنين دول يعني ومحمد الشيبي ووليد الكارتي خمسه فارقين ده ساعات بيلعب بيهم على فكره خمسه يعني ساعات بيلعب بالخمسه في الملعب وفخري لقاي كمان فخري لقاي فالخمسه بيكونوا موجودين في الملعب فانت محتاج تعيد النظر ده اللي مجلس الاداره بيشتغل عليه الفتره الحاليه بالظبط وان شاء الله باذن الله هيبقى فيه حاجات كويسه خلال الموسم اللي جاي. طيب عايز برضه اسالك مين اللعيب اللي استفاد من مستر جوميز وطريقته في الموسم الحالي؟ مين اللعيب اللي انت شفته اتطور قوي مع مستر جوميز؟ عمر جابر استعاد مستواه استعاد بريقه عبد الله السعيد يعني متوقع اللي هو عمله لكن اكتشف مكان جديد بس بقى بس هو يعني ان هو يعيده في السن ده يعني كان بدا يتراجع شويه اخر سنه او سنتين مع بيراميدز
فكونه يرجع لعبد الله سعيد اللي احنا عارفينه. عبد الله ما شاء الله دلوقتي العمر مجرد رقم، انت بتشوف المجهود والعطاء في الملعب. وان عبد الله يكمل كمان يعني عبد الله كان وصل لمرحله كان بيتغير كتير قوي يعني بعد 60 دقيقه، لا ده بيكمل المباراه للاخر وبيسجل وبيصنع، فعبد الله اختلف. ناصر ماهر كمان اعتقد اعاد اكتشاف نفسه مع نادي الزمالك، ففي لعيبه كتير استفادت من جوزيه ومن وجودها في نادي الزمالك. من مسلوسي كمان، مسلوسي طبعا بقى واحد من يعني اعمده الفريق، يعني ما تقدرش تقول يعني حاجه غير كده، عمود من اعمده الفريق الاساسيه وركن اساسي لا غنى عنه في تشكيل نادي الزمالك. يعني انت دلوقتي بتقول الافارقه، بنتكلم في ملف اللاعبين الافارقه، انت بتقول المسلوسي خلاص واحد حاجز مكانه من الخمسه خلاص، ما حدش يجرؤ يقول المسلوسي يمشي، مع ان من سنه او من اتنين كان في ناس كتير بتطالب مشاهد المسلوسي يعني. ففرق اعتقد كمان مصطفى شلبي معاه اختلف عن مصطفى شلبي مع اوسوريو، لان مصطفى شلبي دي طريقه لعب كده بيشق وبيدخل من ناحيه الشمال، فمع توليفه اللاعبين الموجودين حاليا في الزمالك كواليتي اللعيبه المختلفه عن فتره اوسوريو، فمصطفى شلبي فرق لان بقى في حد يقدر يسند معاه ويتبادل معاه اللعب بتاعه. كان في فتره اوسوريو كنت تحس انه كان بيلعب لوحده كده وبيلعب لعبه عشوائيه شويه، فاختلف مصطفى شلبي. فانا اعتقد ان هو سواء من المدرب او من القوام بتاع الفريق او من الروح اللي دبت الفريق بعد الفوز بالكونفدراليه، في لعيبه كتير اختلف، وزي ما قلنا عمر جابر خلاص اصبح بقى قائد الفريق الفتره الاخيره، يعني الناس كلها. دونجا كمان مستواه عالي لدرجه ان احنا بنطالب ان عمر ودونجا يكونوا في المنتخب. صحيح صحيح صحيح. لا مستر جوميز بصراحه مش عشان هو مدرب نادي الزمالك، لكن هو غير ان هو حقق البطوله الكونفدراليه، لكن ليه بصمات وليه دور واضح جدا في تطوير عدد كبير من اللعيبه، وحتى زي ما احنا بنشوف الثقه اللي هو مديها للعيبه الناشئين، كل ده اكيد بيصب في مصلحه نادي الزمالك في السنين اللي جايه كمان، مش في حتى في فتره مستر جوميز في الوقت الحالي. اخر حاجه، رساله منك بكره للاعيبه نادي الزمالك في المباراه. احنا في او فريق الزمالك في المركز الخامس حاليا، نتمنى ان احنا نختم الدوري في المركز الثالث او على الاقل تقدير في المربع الذهبي. عندنا ثلاث نقط كمان هيتخصموا اللي هم الانسحاب من الاهلي في الاخر. نعمل اللي علينا يعني ونموت نفسنا لحد اخر مباراه. المباريات اللي باقيين بدايه من مباراه الداخليه، عندنا ثلاث مباريات كمان خسرنا فيهم في الدور الاول مع زد وامبي وجونه، فعايزين نعوض ان شاء الله نعوض الدور الثاني. فثمان مباريات دول لو الزمالك ركز فيهم اعتقد ممكن يوصل مركز ثالث او رابع، وتبقى ختام معقول لموسم صعب وموسم يعني متلخبط وعشوائي زي ده. يا استاذ وليد ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للزمالك. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. انا سعيد دايما بوجودي معاك وسعيد على وجودي في الزمالك. يعني مشاهدينا خلصنا كلامنا النهارده في نهارك ابيض، اكيد الشكر موصول لحضراتكم على حسن المتابعه، واشوفكم دايما على الف خير.